يعني لسه في ده زي ازاله اثار الهزيمه كده، زي اثار العدوان. اثار العدوان يعني فعلا عندنا لخبطه في وعي المواطن المصري. انا عايز اقول لحضرتك للاسف يعني اكثر من 70% من التاريخ او من المعلومات المتداوله عن تاريخ مصر الحديث تم تزييفها من جانب الاخوان. محتاجين جهد يتبذل عشان نرجع الوعي من تاني، وعشان نزيل لانه في ناس ضد الاخوان كتير، تيجي تتناقش معاهم في اول طلعه كده تلاقيه بيقول نفس كلام الاخوان دون ان يشعر، اللي احنا بنسميه التاخن اللا ارادي. انه وجهه نظره من ممكن فكره التيار الديني هتلاقيها وهي وجهه نظر الاخوان، موقفه من القضايا المصريه المعاصره، موقفه مثلا من حرب 56 لو كلمته هيقول لك دي هزيمه وكارثه، موقفه من تاميم قناه السويس هيقول لك نفس كلام اللي تلاقي الاخوان اول ما تكلمهم هيقوله لك حرفيا، موقفهم من حرب اكتوبر هتلاقي نفس الكلام اللي ممكن الاخوان يكون لهم ملاحظات، هتلاقي يعني نفس الاسطوانه او السي دي، تلاقي سي دي صبحي صالح الشيخ الشعراوي لما قال لك مش عارف ايه، يعني ما هو كله داخل فوق يعني موقف.